نحن لن نستسلم، لن نتراجع ولن نرتبك رغم الصعوبات، ولن يستطيع أحد إرجاع عقارب ساعتنا إلى الوراء. هكذا أعلنها الرئيس الروسي بوتين سيحط رحاله في طهران ليجتمع برئيسي إيران وتركيا. وقلق متزايد في الولايات المتحدة من هذا الاجتماع، وهذه هي المنظمة السياسية الأضخم في العالم. طعنات الظهر لا تتوقف في جسد الرئيس الأوكراني، وهذه المرة من أقرب المقربين إليه. أمريكا تحاول إزالة رعبها من صواريخ روسيا والصين التي تفوق سرعة الصوت بأضعاف، فكيف ذلك؟ هكذا هي الاستراتيجية الجديدة لموسكو للسيطرة على المدن الأوكرانية. الجزائر توقع اتفاقية مربحة مع إيطاليا. زيارة إسرائيلية للمغرب تأتي بكارثة بيئية، وإسرائيل تستعد لضرب إيران، وطهران ترد بأنها لن تتردد في استهداف أي مركز يتم الاعتداء عليها منه. المالكي يخلق ضجة في العراق، والعشائر تتسلح، ومقتدى الصدر يرد، والصراعات تنشب في السودان، فهل يتم إخمادها؟ العقوبات والردود. أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 48 شخصية روسية، بينهم نائب رئيس الوزراء الروسي، لكن الاتحاد عاد وقال إن العقوبات قد لا تصنع حلا سحريا، لكننا ملتزمون بها. إذن فلماذا يتم فرضها يا هؤلاء؟ هل أصبحت عادة لديكم؟ وهنا جاء الرد من بوتين سريعا وقال لهم: لن نستسلم رغم صعوبات بسبب العقوبات الغربية المفروضة علينا، ولن يستطيع أحد عزل روسيا عن العالم ولا إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء فيما يخص التنمية الروسية. إن موسكو لن تتراجع أو ترتبك، وستبحث بنشاط وكفاءة عن حلول جديدة. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان ودول أخرى فرضت مجددا سلسلة من العقوبات على روسيا، ويقول مسؤولون غربيون إن هذه العقوبات تضعف اقتصاد موسكو، لكن هل هي كذلك حقا؟ اجتماع ثلاثي مرعب. اجتماع ثلاثي بين رؤساء كل من روسيا وتركيا وإيران. ظاهر الاجتماع لمناقشة قرار أردوغان الهجوم في سوريا ورغبته في الحصول على الضوء الأخضر من بوتين لإجراء الهجوم، لكن باطن الاجتماع كما تقول التقارير الغربية هو الرد على اجتماعات بايدن في الشرق الأوسط. فما الذي يخطط له هذا الثلاثي؟ أول رد جاء من الكرملين الذي قال إن روسيا وإيران ستتخليان عن التعامل بالدولار مع مرور الوقت. وهناك اعتبرت واشنطن أن زيارة بوتين لطهران تمثل تهديدا بالغا، لكن تصريحات واشنطن لا تؤخذ على محمل الجد من قبل بوتين. المهاترة الكلامية أو الحرب الباردة لم تنتهي، إذ قال قائد القوة البحرية الإيرانية علي رضا تنكسيري: على قوتنا في الجزر الثلاث والخطوط الأمامية الاستنفار الكامل بكل المستويات، معلنا إننا سنستهدف دون تردد المركز الذي ينطلق منه أي عدوان ضد أمننا. لكن قبل ذلك رئيس الأركان الإسرائيلي يصرح بأنهم يواصلون الاستعداد للهجوم على إيران، فهل هي الحرب يا سادة؟ وبعد ذلك كله يا أصدقاء، ها هي إيران ترحب بدعوة السعودية للحوار، فهل تخطط السعودية للتقرب أكثر من طهران وموسكو؟ إنه فعلا لأمر عجيب. أضخم منظمة في العالم، تمثل نصف سكان الكرة الأرضية، وتعد أضخم تحالف سياسي إقليمي في العالم منظمة شنغهاي للتعاون، حلف يجمع معسكر روسيا والصين، وينظر إليه أنه كتلة مناوئة لحلف شمال الأطلسي. ظهرت نواة الحلف في خماسية شنغهاي عام 96 التي ضمت الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان. اتفق فيها قادة الدول على تعميق الثقة العسكرية، وانضمت بعدها إليهم أوزبكستان. وفي عام 2004 أصبحت المنظمة مراقبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعدها انضمت الهند وإيران وباكستان للمنظمة. وعلى الرغم أن المنظمة ليست تحالفا عسكريا، إلا أنها نفذت 5 تدريبات عسكرية مشتركة. الغرب يصف المنظمة أنها نيتو الشرق الأوسط، وتعد أكبر كتلة مناوئة للولايات المتحدة، حيث تضم 4
الدول النووية. توالي الخيانات. الخيانة في زمن الحرب تضع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام اختبار ولاءات مسؤولي الصف الأول في أعلى أجهزة الدولة بمن فيهم أعز أصدقائه، وضع لا يحسد عليه الرئيس الأوكراني الذي كشف عن قائمة طويلة من المسؤولين الذين طعنوه في الظهر، وعلى رأسهم رئيس جهاز الأمن والمدعية العامة الذين تم تجميد مهامهما على ذمة التحقيق. زيلينسكي أشار إلى أن هناك تحقيقا في نحو 650 حالة خيانة مشتبه بها ارتكبها مسؤولون محليون. صراع عراقي. وصول الملكي للسلطة سيكون دمارا للعراق، وأتعجب من محاولة قتلي، هذا ما صرح به مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بعد تسريب مكالمة للمالكي رئيس الوزراء الأسبق. الصدر نصح المالكي بالاعتكاف واعتزال العمل السياسي أو تسليم نفسه ومن يلوذ بهم من الفاسدين للجهات القضائية، مطالبا بإنهاء الفتنة. المالكي اتهم الصدر في التسجيل المسرب بأنه قاتل، كما وصف في التسجيل ميليشيات الحشد الشعبي بأنهم جبناء. وقال المالكي في التسجيل إن العراق مقبل على حرب طاحنة لا يخرج منها أحد إلا في حال إسقاط مشروع الصدر والحلبوسي والبرزاني، فكيف سينتهي هذا الصراع في بلاد الرافدين؟ زيارة الشؤم الإسرائيلية. زيارة إسرائيلية رسمية لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي للمغرب تأتي بكارثة بيئية إلهية. اللهم الطف بأهلنا في المغرب، والطف بنسائه ورجاله وأطفاله وشيوخه. واندلع حريق في المغرب منذ عدة أيام تضرر إثره 6600 هكتار من الغابات، كما جرى إجلاء أكثر من 1300 أسرة موزعة على قرابة 20 قرية وفقا لوكالة فرانس بريس. فهل هذه الحرائق هي رد إلهي يحذر من التطبيع مع الكيان الإسرائيلي؟ تخطيط أمريكي. تتزايد المخاوف الأمريكية من تنامي تهديدات الصواريخ البالستية والصواريخ الفرط صوتية الروسية والصينية، وهي صواريخ أسرع من الصوت بخمس مرات ولا يمكن لأي نظام دفاعي صاروخي تعقبها. ولمواجهتها تتحرك الولايات المتحدة لتوسيع وتعزيز قدراتها بشكل كبير لمواجهة الجيل القادم من التهديدات الصاروخية المتقدمة، من خلال إنفاق مليار وثلاثمائة مليون دولار لتطوير أقمار صناعية هدفها دعم العمليات العسكرية على الأرض عن طريق تتبع الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بشكل أفضل. يبدو أنها خطة جيدة، لكن هل تؤتي ثمارها؟ الأحداث والتطورات. الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا ترد على ليز تراس الوزيرة البريطانية وتقول لها: لم تكبري بعد لتستطيع وقف لافروف عن حده، إلزمي حدودك. ليز جاهلة تتلعثم ولا تعرف آداب الطعام. وأضافت زخاروفا أن ليز حولت القصر الإنجليزي العريق إلى حالة ردة. استراتيجية عسكرية جديدة للجيش الروسي شرق أوكرانيا لتطويق كل منطقة على حدة، ثم تبدأ عمليات القصف المكثف، ثم يكون الاقتحام والتمشيط والانتقال إلى المناطق الأخرى. المخابرات العسكرية البريطانية: روسيا تستخدم مرتزقة فاغنر لتعزيز مواقعها في أوكرانيا. وقعت الحكومتان الجزائرية والإيطالية 16 اتفاقية للتعاون في مجالات مختلفة تشمل تزويد الدولة الأوروبية بكميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي بصفقات قدرت بأربعة مليارات دولار. أردوغان يهدد مجددا بتعطيل انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو لحال لم تتخذا الخطوات اللازمة للإيفاء بشروط أنقرة. تناحر قبلي آخر في السودان، لكن هذه المرة في إقليم النيل الأزرق. والصراع دائما على ملكية الأرض بين القبائل التي تصف نفسها بالأصلية والقبائل الوافدة، ومجلس السيادة السوداني يتحرك لاحتواء العنف القبلي بالنيل الأزرق ويرسل كتيبة عسكرية لضبط الأوضاع في الإقليم. طهران وموسكو وأنقرة على طاولة واحدة وعين واشنطن على تلك الطاولة، فهل يكون هذا الاجتماع الثلاثي تهديدا خطيرا للولايات المتحدة كما يعتقد الأمريكان؟